ها قد عدنا والعودة أحمد. جيت نشارككم قصة قصيرة رائعة وما كنظنش أنه بزاف منكم عارفة. لما سمعتها أول مرة قلت ضروري نقتسمها معكم، وعلى الرغم من أهمية وغرابة هذه القصة إلا أنها غيبت في كتب التاريخ، وكيبقى المصدر التاريخي الوحيد ديالها هو أحد كتب الرحالة المغربي ابن بطوطة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. وشكون فينا عنده الخطر باش يدير شي حاجه هاد الايام؟ فقبل ما نبداو هاد الفيديو ما كرهش انه كل واحد فينا يدير فاتحه على هذيك الروح الطاهره اللي نزلت الدموع من عينينا وحركت لينا قلوبنا وذكرتنا باللي ان الدنيا تافهه ولا تساوي شيء. لنبدأ، ولكن قبل ما نبدأ فضلا وليس أمرا ما تنسوش أنكم تدعموا قناتكم باش تكبر أكثر ويستافد الجميع. دابا نبدأ. اليوم غادي نتكلم على رجل مسلم كبير وللمركز ديالو والمرتبة ديالو عظيمة. قصة هاد الشخص اللي قريبة من الأسطورة ولكن حقيقية، أبو بركات البربري أو الأمازيغي، واللي القليل عارف القصة ديالو. في كتاب تاع أبو بطوطة يقول بلي أنه واحد نهار هاد أبو بركات غادي يركب في سفينة في المحيط الهندي اللي غادي تنزلو في الشواطئ نتاع جزر المالديف، وغادي ينزل بالضبط في جزيرة مالي واللي ما كانت يعرف فيهم حتى حد، علما أنه هو الوحيد المسلم وسكان هاد الجزيرة فديانتهم البوذية. فشنو غادي يدير هاد أبو بركات؟ أول كوخ غيبة اللي قدامه غادي يمشي ليه، غيبدا يدق، شكون غادي يحل ليه؟ واحد المرأة كبيرة عجوز وعندها بنت، شافتو عرفاتو بلي أنه غريب، غادي تسولو منين؟ غادي يقول ليها من البلاصة الفلانية، بدات يوصف ليهم حتى غادي يعرفوا بلي أنه جاي من المغرب. المهم غادي تضيفو ودخل وجلس. فعلاش مشى لهذيك الجزيرة ولأي هدف؟ والله ما عرفت، ما كاتبينش واش هو تاجر ولا شي حاجة اللي غادي تخليه أنه يمشي لتما. المهم مولانا غادي يصيفطو ليهم. دازو شي أيامات وهو باقي جالس عند هاد العجوز، غادي يدخل عليها واحد النهار وغادي يلقاها كتبكي، غادي يسولها شنو واقع، غادي تقول ليه بلي أنه القصة ديالنا طويلة، غادي تقول ليه شفتي هذاك البحر اللي جابك اللي هو المحيط الهندي؟ قال لي هيه. قالت ليه راه كيطلع منه كل مره في الشهر واحد العفريت. اش كيبغي هاد العفريت؟ قالت ليه كل ما قربات الليله اللي غادي يخرج فيها فالكهنه البوذيه اولا رجال الدين ديالهم كيديروا واحد القرعه اللي كيحطوا فيها كاع الاسماء ديال البنات اللي هما عذراء واللي جات فيها هاد القرعه، كيحطوها في واحد الكوخ مقابل للبحر، وكيخرج هذاك العفريت من البحر وكيمشي للكوخ يدير الفاحشه في البنت وتيقطعها وكيكرفصها وكيمشي في حاله يرجع للبحر. وبهكذا حنا كنتحموا وما كنتاذوش، هذيك البنت كتكون كقربان لهذاك العفريت. وسبب حزني حاليا هو انه هذيك القرعه اللي دارت هذه المره في المعبد البوذي جات في بنتي وما عنديش من غيرها، وغادي يجي ويديوها بزز مني ومنها. فابو بركات كيف قلت لكم في بدايه الفيديو هو رجل مسلم مؤمن وعارف بلي انه هذا الشيء اللي تيديروا راه خرافات، وعارف ان الدين الاسلام شنو تيقول في هذا الامر. ابو بركات غادي يقول لهذا العجوز نعسي على جنب الراحه، الليله اللي قبل ما يجي هاد العفريت ديوني انا في بلاصه البنت لداك الكوخ اللي قدام البحر، ولكن انا كنأكد لك بلي هاد الامر بغيتو يبقى بيني وبينك وحتى حد ما يعرفو، من حيتاش هاد القربان كيديو في واحد النعش اللي تيكون مغطي. وصلات الوقت نتاع الليله قبل، غادي يجيو يدقوا على العجوز، غادي يقولوا ليها وجدي بنتك، غادي توجد ابو بركات وهو اللي غادي يدخل داك النعش. وما كانش رجل ملتحي، فهزوه الكهنه وداوه لحدا الكوخ، هبطوه ومشاو في حالهم، حيت في هاد الوقيته من بعد كلشي كيختفي، كاع السكان كيسدو عليهم بيبانهم وما كيديروش صداع حتى كدوز هاد الليله على خير. فعلا ابو بركات غادي يهبط وغادي يدخل داك الكوخ. يقولون فما لبث ان ارتفع موج البحر وجاه واحد الصوت قوي وهاجت الامواج، وخرج هذاك العفريت ومن بعيد كيبان بحال شي سفينه بها الاضواء او شي قنديل ومتجه نحو الكوخ، وما حد هو كيقترب الا والشكل ديالو كيخلع. هو يستقبلو ابو بركات بايات من القران الكريم، ايات من الذكر الحكيم، حتى قارو قراد العفريت ويرجع بحالو للبحر. في الصباح غادي يجيو اهل الجزيره كيف العاده، غادي يجيو يجمعوا البقايا ديال البنت ويديوها لاهلها باش يدفنوها، ولكن هذا الصباح ماشي بحال دوك المرات. غادي يتفاجئوا بابو بركات كيقرا القران وتصدموا حيتاش لقاو راجل جالس وتيقول كلام ما كيعرفوش. ديك الساعه غيشدوه وغادي يديوه عند الملك ديالهم، كيف غادي يوصل غيسولوا الملك شكون انت
وشنو كنتي كدير في هذاك الكوخ؟ ابو بركات غادي يعاود للملك كل شيء من اكرام العجوز ليه الى ان الدين الاسلامي اشنو تيامرنا وعلاش تينهانا. الملك غيتعجب بشخصيته وغيقول ليه بلي انه ما تيقوش من حيتاش هذا الشيء اللي كتقول او اللي عاود ليه ابو بركات ما دخلش لي راسو حيتاش العفريت كيف ما قال ليه هو من الاجداد ديالو هو مستمر وهو كيعذبهم. غيقول ليه ابو بركات باش تيقني اكثر نتسناو الشهر الجاي ودخل معايا الكوخ واذا نجحت ورجعته في حاله غادي تتبع الدين ديالي. قال ليه الملك صاف كان وعدك اذا رجعتي هذاك العفريت فانا غادي نامن بالاسلام وغادي نكفر بالبوذية والوعد في الشهر الجاي. غادي يكرم ابو بركات حتى وصلت الوقت ومشى راسو الكوخ وجلس كيتسنى حتى جا العفريت اللي كيخلع وغادي يعاود يستقبلو ابو بركات بالقران وما تحملش عاوتاني وهو يرجع للبحر. غير هو تهدل البحر والامواج في الليل مازال الناس غادي يخرجوا من ديورهم وغادي تكون اول مره غادي يهرسوا هاد العاده اللي كانت مفروضه عليهم هذه اعوام واعوام. اسلم الملك اللي كان سميتو شانورازا واسلم الشعب كله والملك غادي يصيفط رساله للجزر كامله اللي كانت يملكها باللي الديانه تبدلات وما غاديش يبقاو لا اصنام ولا بودا. الملك غادي يطلب من ابو بركات باش انه يختار ليه اسم وهو يختار ليه محمد بن عبد الله على اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وطلب باش انه يكتب على لوح بالخط العربي تاريخ الاسلام ديالو وسميته جديدة وسبب اسلامه. ايوا وكتب ابو بركات البربري هادشي كله على اللوح والى يومنا هذا راهم محتفظين بهذا اللوح اللي عندهم واللي كانوا كيتنقلوه من القرن 11 وباللي انهم سلموا كلهم في اقل من شهرين على دخول ابو بركات عليهم. هاد الملك شانورازا اللي سميتو محمد بن عبد الله غادي يوهب ثلث الدوله او الدخل نتاع ثلث الدوله ديال المالديف للابناء السبيل يعني الناس اللي انقطعوا على الاهل ديالهم بسبب ابن السبيل ابو بركات الامازيغي المغربي. الاصنام غيتهرسوا والمعابد غادي تقلبوا للمساجد واول معبد اللي بناوه وحولوه للمسجد سموه ابو بركات اللي باقي ليومنا هذا في جزر المالديف. فابو بركات المذهب ديالو كان مالكي يعني الامام مالك وحاليا المذهب نتاع سكان المالديف فهو مالكيه من حيتاش اللي عطاهم الاسلام باذن من مولانا كان مالكي. الرحالة بن بطوطة تيقول في كتابه تحفة الناظر لما هو وصل لجزر المالديف وبدا كيسمع أصوات الصغار والكبار تيقراو القرآن فسول شي مترجم اللي غادي يشرح ليه هاد القصة كلها وهذه هي كانت القصة. قولوا لي لتحت في التعليق واش كنتوا عارفينها ولا لا. ايضا بغيت نقول لكم بلي غطي ان شاء الله غادي نحط لكم كاع لي بودكاست اللي كندير في انستغرام تاع هاد الشهر اللي داز في حلقه طويله ان شاء الله ومن بعدها يومين متتاليين غادي نحط لكم حلقتين من هذه حكايتي في دقيقه نتاع ناس اللي فعلا محتاجين الاراء ديالكم في التعاليق ومحتاجين انكم توجهوهم للطريق الصواب. وعلى هذا غادي نقول لكم سلام سلام.